كي السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم شباب مثل ما تشوفون جبت لكم جبت لكم الحلقه الثالثه من سيرفر سلاب كرافت. طبعا حرفيا اسف على السحبه على هذا السيرفر، صار لي مدري كم يوم ما منزل عنه. فاليوم رجعنا لكم بفكره رهيبه جدا، واللي هو راح نسوي مقلب باحد الاعضاء يا شباب بالسيرفر. راح نروح نفجر بيته، والله عاد مسكين، بس انا راح اعوضه وابني له بيت جديد يا شباب، والله بيته متخلف. فاوكي شباب، قبل لا نبدا اهم شيء لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه حتى تشجعنا نستمر اكثر واكثر. فمشاهدة ممتعة. فمثل ما تشوفون هذا طبعا صديقي توكس موجود هنا. وطبعا قبل لا اوكي لزقت بكلمة طبعا، بس قبل لا نروح يا شباب ونسوي المقلب خلي اراويكم التغيرات اللي على السيرفر. صح احنا ما نطب له هواي، بس صارت تغيرات. مثل ما تشوفون حطينا هنا آليين قيد التجربة، هم مثل ما تشوفون احمد جي ام. طبعا راح بهذا الآلي اقدر اروح لمنطقتي. شلون هسه اقول لكم شلون؟ نضغط على كلمة تالك وبس راح نروح لمنطقتي. والله شغلة جدا اسطورية مثل ما تشوفون، راس بنا واو حرفيا يا شباب. اوه نسيت اقول لكم، طبعا بنيت هناك مطعم هسه نروح له، بس اول شيء خلينا نطب بيتنا يا شباب. والله هذا البيت راح يكون مظهر للسيرفر، مستقبل السيرفر. اوه والله في وات، والله العظيم مو انا حاطه هذا الشيست. جيفت فروم زيرو جيم، او ماي جاد، شكرا لك يا زيرو جيم. والله العظيم يا شباب هذا احد الاعضاء موجود بسيرفرنا الديسكورد، شكرا لك على الهديه. خلينا نشوف شنو موجود. تم وات، لا يا شباب الو، كم 14 دايموند يا شباب، هذه مسروقة ولا لا؟ والله العظيم ما ادري، بس شكرا لك على الهدية، يا رب انه هي تكون ما مسروقة. ياب شكرا لك. خلينا نجيبهن، والله نايس يا شباب. خلينا نصعد. اوكي دخل احد الاعضاء مثل ما تشوفون، والله يا شباب قاعد يدخلون مثل الهبل، شكرا لكم. خلونا نروح يا شباب واراويكم المطعم. اوه طحت. المهم انه المطعم يا شباب مثل ما تشوفون بنيت مطعم كي اف سي يا شباب، جدا احترافي. واو اللون الاحمر، اشوفكم الحديقه اللي وراه، يعني ابداع ابداع بما تعنيه الكلمه حرفيا. مثل ما تشوفون هاي طبعا هنا الفرن يا شباب حق الطبخ، سويت له هاي البلوك عشان لا يحترق المكان. فخلونا نطب له ونشوف وينك. اوكي يا شباب هذا احد الاعضاء يريد يشوفني. هلا هسه خلينا نروح نطب للمطعم ونشوف شنو موجود. مثل ما تشوفون هذا المطعم طبعا بسيط جدا ولكنه جميل. عندك هنا تطلب المنيو، واو اوكي. شو مثل ما تشوفون خذ ما تحتاج من الطعام بسعر واحد ايرون، يعني قايل لهم هذا هنا الطعام، اخذ شنو ما تريد. والله حاطين لي بلوكات هم، اخذ شنو ما تريد ولكن اعطيني واحد ايرون بس. فخلينا نشوف شنو والله العظيم تمزحون، نو واي يعطون دايموند شباب. انا كاتب لهم اخذوا طعام ايش قد ما تريدون بسعر واحد ايرون، يعطوني دايموند. والله العظيم انهم اساطير يا شباب، انتم اساطير. فجمعنا 19 دايموند يا شباب. دائما مشاريع الاكل ناجحه، ما ادري ليش مشاريع الاكل ناجحه جدا جدا. فخلوا نروح نسوي مقلبنا هسه يا شباب، نروح نسوي مقلبنا. بس اول شيء خلوا نروح نضم اغراضنا لا تنسرق. الشيست مالنا هبا، ونجمع الدايموند 21 حبه عدي بهذا الشيست، نايس والله. اوكي مثل ما تشوفون طبعا عندنا حبيبنا هذا ايراك لاين اكس، اعتقد ضرغام اسمه والله نسيت. المهم يا شباب مثل ما تشوفون جاي يحط لنا الاليين يلي تودينا لمناطقنا، والله العظيم شكرا لجهدك، جاي يخلي السيرفر اجمل واجمل. فهسه خلينا نروح لمنطقه سيف، هذا هو، ونسوي به المقلب مثل ما تشوفون. شوفوا يا شباب البيت ماله، والله البيت ماله متخلف يا شباب. طبعا انا عدلت عليه فوقها، انا معدل شويه على البيت علشان يطلع وات يا شباب، البيت مكسر. البيت مكسر. طيب وات ليش البيت مكسر؟ طيب والله بأي بساطة يجي أي شخص ويسرقه، بأي بكل بساطة يجي نو واي عاد، شنو هالبيت؟ والله العظيم بيت متخلف. فالمهم يا شباب هذا البيت حرفيا راح نحرقه خلاص ونبني له بيت جديد. أنا جايب لا كنسل معاي هاي الولاعة وهاي الفئاس يا شباب، وات الفئاس شنو؟ الأكسات علشان نكسر البيت بالكامل مثل ما تشوفون. خلي نبدي نحرق هذا الجزء. والله يا شباب قاعد يحترق بسرعه جدا. خلايا شنو؟ طبعا يا شباب انا جبت هذا الاوبسيديان عشان الشيستات لا تحترق، والله العظيم يبليني بلوى اذا الشيستات احترقت شباب. اوكي نغطيهن بهالطريقه وبعدين نكسرهن. شوف النار يا شباب، اوه النار جاي تاكل بالبيت. ابلع ابلع، تستاهل تستاهل. شنو هذا البيت يلي باني انت؟
نحط هذا الأوبسيديان علشان لا يبني لنا الولد. هذا سيف يا شباب والله العظيم، يعني اذا اذني شيستاتا راحا حرفيا يعني يسوي يودينا بدايه. فخليهن هنا أنا. والله عاد هن فيهن احترقنا، والله عاد هن فيهن اشياء شباب كش ما بيهن. والله تدرون عنده موارد حلوه والله. راح نموت راح نموت. لا 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 كي الحمد لله الحمد لله. خلنا ناكل دجاج. واو والله مسكين مسكين. اوه شوفوا هذا يا شباب، شوفوا الايرون اللي فوق. طبعا لازم اكسر هذا الايرون لان حرفيا ما اقدر ابني له بيت جديد، لازم يتكسر هذا الايرون بسرعة وقت. احترقنا والله شكلنا راح نموت. طبعا ملاحظة، لا متنا. فمثل ما تشوفون يا شباب اخيرا خلصنا وكسرنا البيت كامل. هسه بس خلنا ناخذ هاي الاشياء الاساسية وارجع لكم بعد ما ابني له البيت. وبعد مرور اكثر من ساعتين فوكي يا شباب اخيرا والله العظيم بعد مرور اكثر من ساعتين كملنا البيت وما بقي اي شيء، مجرد هاي السوالف الخفيفة. اوكي غلط غلط خلي اكسرها. اوكي يا شباب قد بس هاي السوالف الجدا قصيرة راح اكمل بها بهالطريقة مثل ما تشوفون على هاي الدرج على مود اروح واراويكم شكل البيت من كمل. تمام اوكي الحمد لله. هسه خلنا نطلع وراويكم البيت. طب جاهزين؟ 1 2 و3. طبعا هذا صديقي، هلا وهلا. المهم 1 2 و3 يا شباب مثل ما تشوفون هذا البيت الحقيقي، بيت جدا جدا جميل. خلنا ناخذكم دوره عليه. جاي تشوفون حرفيا ابداع. طبعا اوكي يا صديقي جاي يحكيني انتهوا تي ان تي، بدا يا شباب بدا تي ان تي حرفيا بدا تي ان تي مني. فهاي الواجهة الأمامية جدا جميلة، خلي ندخل ونشوف البيت من الداخل. طبعا والله العظيم كل هاي السوالف يا شباب تعبتني، ما أقدر بسرعة هيجي أروح وأعبرها. واو فمثل ما تشوفون البيت بتفاصيله حرفيا تفاصيل كثيرة كثيرة، هاي التفاصيل جدا تعبتني. عندكم هذه هنا سرير بطابقين، واو حرفيا أخذت صدقوني يا شباب هاي أخذت مني أكثر من ساعتين من التفكير. وعندنا هنا الطابق الثاني جدا جدا جميل، ناقصه بس شويه هنا فرو او زوليه ما ادري ايش يسمونها يا شباب حق الهايه، نخليها هنا وراح يكتمل 100%. فهنا عندنا قاعده جدا حلوه والله، وحطيت داير ما يدوره هذا القزاز او الجلاسز. وايش رايكم بهاي يا شباب؟ مثل ما تشوفون تدرجات الخشب كبيرة بعدين وسط بعدين صغيرة، والله جميل جدا جدا. طبعا لا تنسوني يا شباب قيموا لي البيت تحت بالتعليقات، اتمنى تقيمونه. فخلينا ناكل هاي الدجاجة. فاوكي يا شباب وصلنا نهاية المقطع، مثل ما تشوفون بنينا البيت وطبعا سوينا به المقلب مثل ما تشوفون، بيتي حرفيا محترق. بعدين خلف الكواليس من راح اخلص تصوير راح اخذ كل موارده يا شباب هاي التشيستات وانقلهن ببيته الجديد، فاهمين؟ فيا لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. شكرا لكم، ما باقي شيء على 2000 مشترك. والله يا شباب يا شباب هذا الفيديو خلينا نوصل 2000 مشترك بليز. فيا شكرا لكم ومع السلامة.